كرر التحية مرة أخرى للسيدة إيناس زايد مستشارة المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عبر سكايب من عمان. أهلا بك من جديد سيدة إيناس. بداية، كيف تابعتي عام 2017 حقوقيا في العراق؟ نعم، مساء الخير لكم لجميع المشاهدين. يعني في البداية، من بين الأزمات الإنسانية التي عانى منها المدنيون في العراق كان ملف المعتقلين من ضمن أبرز الملفات التي تطرقنا لها في المرصد الأورو المتوسطي في عام 2017. سلطنا الضوء على هذا الملف في أكثر من تقرير يتعلق في الظروف المأساوية والمزرية التي يعاني منها هؤلاء المعتقلين، يعني خاصة عندما نتحدث عن معتقلين من جانب الميليشيات المنتشرة في العراق وأيضا من قبل الحكومة العراقية. يعني تفاوتت تلك الانتهاكات من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، مرورا بالحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة وأيضا الظروف المزرية في السجون، ووصولا إلى الإعدامات الميدانية. فعليا بحسب ما تم رصده وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن هناك ما يقارب 6000 معتقل في سجون الميليشيات التي يعني يعد عددها أو يعني يقارب عددها 30 سجن، والمنتشرة في محافظات عدة منها نينوى وبابل وكربلاء والنجف وبغداد. وتلك الجرائم فعليا لا تخضع، ما يزيد الأمر سوءا أنها لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، وذلك بسبب وجود قانون ما يسمى بقانون الحشد الشعبي الذي يعني يعطي الميليشيات يعني استقلالية ويجعلها قوات مستقلة تابعة للحكومة، لها استقلالها المادي يعني والإداري. وهذا الأمر يعزز من الانتهاكات التي تقوم بها تلك الميليشيات بحق المعتقلين. ما اختلف بما اختلف طبعا هذا العام عن الأعوام السابقة من ناحية الإحصائيات التي عرضناها؟ نعم، يعني في البداية هناك تقاعس واضح من قبل الحكومة العراقية في إنهاء ملف المعتقلين، سواء كان هؤلاء المعتقلين معتقلون من قبل الميليشيات أو من قبل يعني وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات التابع للحكومة العراقية. ما زال أعداد المعتقلين في تزايد، وهناك أيضا ضعف في الجهاز القضائي وتولي مسألة يعني النظر في قضايا هؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص يعيشون الآن تحت ظروف سيئة ومحرومون من الرعاية الصحية ومن الطعام اللائق، وأيضا هناك حالة وفيات تمت تحت التعذيب وجراء أيضا الإهمال الطبي، وهؤلاء الأشخاص لم يعرضوا حتى على قاضي التحقيق. هناك أشخاص يعني قام قاضي التحقيق بتبرئة 300 شخص من المعتقلين الذين يقبعون في سجن قيارة وأيضا سجن حمام العليل الموجود في حمام العليل، ولكن هؤلاء الأشخاص لم يتم إطلاق سراحهم لغاية اللحظة. هناك تقاعس واضح، وهناك يعني ممارسة ممنهجة لإبقاء هؤلاء المعتقلين في تلك السجون على الرغم من عدم وجود تهم يعني تنسب إليهم، وهذا الأمر يحمل الحكومة العراقية المسؤولية بالدرجة الأولى، وأيضا يحمل كل شخص يعني متورط في إخفاء هؤلاء الأشخاص، خاصة أن هناك عدد منهم ما زال مجهول المصير لغاية الآن، وهو معزول لا يمكن الاتصال بذويه ولا يمكن له حتى التواصل مع محام للدفاع عنه أمام القضاء. إذا بما أنه فتحنا موضوع الانتهاكات، طيب من أي الأطراف رصدتم من انتهاكات أكثر، يعني من القوات الحكومية أم من الميليشيات، نظرا طبعا للسجل الحافي للطرفين؟ فعليا الانتهاكات هي يعني مرتكبة من قبل كافة الأطراف. الآن هناك انتهاكات مرتكبة من قبل الميليشيات، وأيضا يعني إن كنا نريد أن نقول بالانتهاك الأكبر الذي يقع من قبل الميليشيات فهو سلطة الاعتقال. ابتداء سلطة الاعتقال يجب أن تناط فقط في السلطة القضائية وعن طريق قاضي التحقيق، ولا يمكن أن يعني تمنح لأي ميليشيات أو قوات مسلحة أبدا، حتى بما في ذلك الجهات الأمنية التابعة للحكومة أو السلطة الشرعية. هذا الانتهاك الأكبر،
قيام الميليشيات باعتقال أي شخص حتى وإن كان هناك قانون يتيح لهم ذلك، هو يعتبر جريمة اختفاء قسري لهؤلاء الأشخاص. بالإضافة إلى أن هناك انتهاكات تمارسها الحكومة العراقية ممثلة أيضا في جهاز المخابرات، كما ذكرت لك هناك 3 سجون يعني مؤقتة في حمام العليل وفي بلدة قيارة، وهذه السجون فعليا تخضع لظروف مأساوية من حيث عدم إمكانية الوصول لهؤلاء المعتقلين. وأيضا يعني هذا الأمر يعتبر بموجب القانون الدولي انتهاكا صارخا، خاصة عندما نتحدث عن المبادئ الأساسية التي وضعت من قبل الأمم المتحدة بشأن الظروف الإنسانية اللائقة بالسجناء أو ما يعرف بقواعد مانديلا. نعم، رأس السلطة عندما ينكر حدوث انتهاكات في العراق فما قيمة أن يشكل لجان؟ يعني رئيس الوزراء حيدر العبادي عندما ألقى في مؤتمر الصحفي قال بأنه لا وجود لمعتقلين أو مختفين في الصقلاوية، وكان الحديث على 700 شخص، ولكن الفيديوهات طبعا أكدت ذلك. كيف يمكن فهم موقف حيدر العبادي من هذه الأحداث، وأيضا عندما تتحدث لجنة الهجرة والمهجرين وتؤكد وجود مختطفين؟ نعم، يعني إنكار رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء يعني هذه الأرقام يعني هو بالنهاية يعني أمر يخضع للتوثيق وللأدلة التي تجمع على أرض الواقع. هناك من التقارير الحقوقية والتقارير التي صدرت عن منظمات يعني الأممية أيضا ما يشير إلى وجود معتقلين وما يشير إلى وجود انتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين. هناك شهادات حية على أرض الواقع وهناك اعترافات من قبل موظفين موجودون في مراكز الاحتجاز. إذا هذه الأدلة كلها وهذه التوثيقات لا يمكن أن يتم تحييدها جانبا ويعني التغافل عنها لمجرد وجود تصريح من قبل الحكومة يفيد بعدم وجود انتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين أو عدم وجود معتقلين. سيدة إيناس، هناك خلل في اللجان المشكلة، يعني لدينا شهادات شهود عيان من المحافظات الغربية أكدوا أن اللجان الحكومية التي تأتي إلى المحافظات بغية كشف الحقائق هي تتعاطف مع مرتكب الجريمة إن كان على سبيل المثال الحشد الشعبي، وبالتالي تغلق القضايا. كيف يمكن أن يحصل المواطن العراقي على تحقيق منصف يكشف طبعا الحقائق الموجودة الآن وعمليات الاختطاف والتعذيب وغيرها؟ يعني عند الحديث عن أي لجنة تحقيق يجب أن يعني تتصف هذه اللجنة بالحيادية والاستقلالية، وأيضا يجب أن تتبع إلى جهة محايدة ولا تتبع إلى أي طرف من أطراف النزاع الموجودون على أرض الواقع. لذلك كنا وما زلنا نطالب بتحقيق دولي تحت إشراف أممي أو من قبل الأمم المتحدة لإثبات وجود هذه الانتهاكات من عدمها. وطالما أن الحكومة العراقية تثق بأنه لا يوجد مثل هذه الانتهاكات، فلماذا لا تسمح بتشكيل لجنة أممية أو دولية للكشف عن وجود هذه الانتهاكات أم لا؟ لذلك أي جهة تحقيق يجب أن تشكل بموجب معايير تضمن استقلاليتها وحياديتها دون أن يتم التأثير عليها من قبل أي طرف كان. سيدة إيناس، في نصف دقيقة ونعتذر طبعا لضيق الوقت، الأمم المتحدة أدانت الإعدامات التي تحدث في العراق، هل يتوقع عقوبات قد تفرض على حكومة بغداد جراء الحالة الحقوقية المتردية؟ الحالة الحقوقية المتردية والانتهاكات ما زالت مستمرة إلى غاية الآن، رغم يعني التحذيرات الدائمة بشأن هذه المسألة. إن كانت الحكومة العراقية مصرة على ارتكاب هذه الانتهاكات فنعم لابد من اتخاذ خطوات أخرى لاحقة لهذه التحذيرات، وأن يتم يعني العمل من قبل المجتمع الدولي ككل ومن قبل يعني الأمم المتحدة ممثلة بأجهزتها على ضمان محاكمة كل شخص مرتكب لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وإحالته إلى العقاب وإنصاف المدنيين بالضرورة. لابد من إنهاء هذه المآسي الإنسانية التي تتوالى يوما بعد يوم في العراق وإحالة كل شخص متسبب فيها إلى القضاء. السيدة إيناس زايد، المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.